يقول بأنه يعاني من مرض منذ 25 سنة ولا يعلم هذا المرض، وقاموا بإيصاله إلى أناس يعالجون بالطب النفسي والشعوذة، فهل عليه إثم؟ نعم، الشعوذة ما تجوز. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والشعوذة نوع من الكهانة والعرافة، لا يجوز يتعالج عند المشعوذين. أما العلاج بالرقية والأدعية الشرعية أو بالأدوية الطبية المباحة فلا بأس، أما العلاج بالشعوذة هذا شرك ولا يجوز.